دي خلينا نروح لارض الملعب صاله اتحاد الشرطه الرياضي ومراسلنا العزيز محمد توفيق عشان كالعاده ينقل لنا الاجواء وكل ما هو جديد قبل المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام كابتن محمود رؤوف، كابتن عبد اللطيف عثمان وكل مشاهدي قناه الاهداف في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي او استوديو الابطال ومباراه الاهلي والزمالك، المباراه النهائيه لبطوله كاس مصر جيم 2 والمباراه الثانيه. يمكن طبعا المباراه الاولى انتهت بالامس بهزيمه النادي الاهلي 3-2 يمكن في اخر نقاط المباراه، وجدل تحكيمي كبير جدا على كده حضراتكم اتكلمتوا عنه في الاستوديو وهتتكلموا كمان عنه بشكل مستفيض. الاجواء حاليا داخل استاد يعني او صاله استحاد الشرطه الرياضي اكثر من رائع، يمكن في هذه اللحظات الاحماءات الاخيره للاعبي الفريقين من خلفنا على طول كابتن هيثم اكيد حضرتك شايفها ومتابعها معانا سواء لفريق النادي الاهلي او كمان لفريق الزمالك. يمكن سبقت المباراه مباراه تحديد المركز الثالث والرابع وكانت جيم 2 برده واللي انتهت بفوز بتروجيت 3-0، ده يمكن فعل خير باذن الله ده يتكرر في مباراه المركز الاول والثاني والنادي الاهلي يقدر يحسم المباراه النهارده ونلجا للمباراه الثالثه او جيم 3 وتكون بيوم الاحد باذن الله، وان شاء الله يعني يؤجل الحسم ليه ما هو في يعني قادم في يوم الاحد باذن الله ويكون الكاس من نصيب النادي الاهلي. كان طاقم التحكيم مستمر في هذه المباراه والطاقم الاماراتي الشقيق يمكن كانت حامد الروسي وكمان محمد الدوله، ولكن النهارده يعني هيتبادلوا اماكنهم كابتن هيثم، ولكن هو نفس طاقم التحكيم مستمر في تحكيم اللقاء او جيم 2 ما بين الاهلي والزمالك. زي ما قلت لك خلاص لحظات قليله وتبدا المباراه، ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. يمكن شفنا باد لك كبير جدا امبارح في كثير من اوقات المباراه، ان شاء الله النهارده التوفيق يكون مع النادي الاهلي ويقدر يحسم المباراه مبكرا باذن الله ونلجا لمباراه الحسم ان شاء الله يوم الاحد القادم. كمان يعني في نهايه كلامي عاوز ابارك لكل جماهير النادي الاهلي على فوز يعني سيدات او انسات فريق اليد النهارده وفوزهم على فريق الشمس 29-26، وان شاء الله النادي الاهلي يتوج غدا باذن الله والفوز على سبورتنج ويضيف بطوله جديده لبطولات النادي الاهلي، وكمان باذن الله فريق الطايره النهارده يكون قادر على عوده وتاكيد جدارته وباذن الله يكون الفائز في مباراه اليوم وان شاء الله نحسمها يوم الاحد. دي كل الاجواء هنا من صاله اتحاد الشرطه الرياضي كابتن هيثم، كلمه حضرتك اتفضل. محمد بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق اكيد لفريقنا النهارده، واكيد بنضم صوتنا لصوتك وبنبارك لفريق السيدات وننتظر بكره لقب جديد في دولاب او دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكرك يا محمد وان شاء الله نرجع لك اكيد باذن الله بعد المباراه نكون كسبانين يا رب باذن الله.